هلو بريب 1 نايل جاردن لانجويج سكول. هنحل النهارده يا اولاد جيومتري كايرو جوفرنريت الامتحان الثاني يا اولاد، هنلاقيه طبعا في المعاصر. First question, choose the correct answer. اول واحده يا اولاد if two straight lines intersect. لو انا عندي two straight lines intersect then each two vertically opposite angles are. طبعا يا اولاد two straight lines intersect يعني حاجه عامله كده، اتفقنا الشكل ده، هلاقي ان الانجل دي والانجل دي طبعا are equal اسمهم vertically opposite angles. نفس الكلام الانجل دي مع الانجل دي هنلاقي ان هما vertically opposite angles وبالتالي برضو بيكونوا equal. يبقى لو انا عندي two straight line intersect each two vertically opposite angles each two vertically opposite angles مالهم are equal in measure. يبقى دي first question عندنا. تاني واحدة if احنا هنا if angle x congruent الانجل واي. طبعا لما يكون عندي two angles are congruent يبقى هم عندهم the same measure and measure x او angle x and angle y are complementary. نفتكر مع بعض complementary يعني الاثنين مع بعض ب 90 السمشن بتاعهم ب 90. طيب يبقى انا كده عندي حاجتين بالنسبه ل x y او angle x و angle y يا اولاد، ان هم congruent يعني هم زي بعض بالظبط، وفي نفس الوقت الاثنين مع بعض ب 90 يبقى اكيد x و y كل واحده فيهم ب 40. يبقى لو انا عندي x او angle x congruent لangle y الاثنين متطابقين زي بعض بالظبط، وفي نفس الوقت الاثنين زي ما هو قال لي هنا ان angle x و angle y are complementary يعني الاثنين مع بعض ب 90 فاكيد كل واحده فيهم ب 45. هنكمل يا اولاد مع بعض number 3. the best unit to measure the area of a room is. طبعا يا اولاد المليمتر سكوير الحاجات الصغيره جدا جدا، سنتيمتر سكوير الحاجات الصغيره بس مش قوي، الكيلومتر سكوير العكس خالص الحاجات الكبيره جدا. تمام، يبقى انسب حاجه ان انا اقيس الاريا اوف ا روم هي طبعا المتر سكوير. طيب نمبر 4 اف تريانجل اي بي سي كونجرنت تريانجل اكس واي زد ميجر اي ايكوال 45 ميجر سي ايكوال 75 ذن ميجر واي ايكوال. طبعا يا اولاد هنا احنا اتفقنا ان ميجر اي قصادها اكس صح. طيب يبقى ال A 45 كمان ال X 45. طيب كمان عندك ان ال C قصادها Z يبقى ال C ب 75 هنا يبقى ال Z كمان ب 75. طيب احنا عارفين ان the measure of interior angles of triangle equal 180. يبقى انا دلوقتي جبت في التريانجل اللي هو XY Z جبت measure angle X equal 45 وجبت angle Z equal 75 يبقى measure angle Y equal 180 minus وافتح bracket كده حط في 75 plus 45 وده هيطلع كام يا ولاد؟ measure angle y equal 60 degree. نخش على question اللي بعد كده اللي هو number 5. if L1 and L2 and L3 are straight lines L1 perpendicular L3 L2 perpendicular برضو على L3 then L1 and L2. طيب هنا يا ولاد هنحتاج نبص في الرسمة كده اللي بالاسود ده كده L3 اللي هو الستريت لاين التالت. هو قال لي لو تبص هنا كده L1 بيربنديكولار على L3. طيب تعال نرسم L1 اهو، رسمناه بيربنديكولار اهو. طبعا ممكن نحط العلامة اهي بكل سهولة اهو بيربنديكولار. وبيقول لي كمان ان L2 برضو بيربنديكولار على L3. احنا طبعا تعالوا بس الاول نكتب ان ده L1 يبقى اللي بالاحمر ده L1. طيب بالمرة نرسم L2 اللي هو قال عليه perpendicular نرسمه بايه؟ نرسمه بالازرق. L2 perpendicular على L3 نرسم L2 perpendicular على L3. طيب ملاحظ ايه؟ لما رسمت L1 perpendicular على L3 زي ما هو قال هنا وبعد كده رسمت L2 perpendicular برضو على L3 لقيت ان الاثنين دول مالهم يا ولاد اللي هو بالازرق وبالاحمر اللي هو L1 و L2 هلاحظ ان هما parallel طالما L1 perpendicular على L3 و L2 برضو perpendicular على L3 يبقى لو تلاحظوا الاثنين بالظبط the same direction يبقى L1 parallel ل L2. طيب number 6 the number of rectangles of the opposite figure. تعالوا نبص كده يا ولاد، عندي اول واحد ده كده number 1 rectangle A1 ده كده لوحده 2 وهو rectangle كمان 3. طب بص كده لو انا عملت الاثنين دول مع بعض يبقى 4 ولو عملت الاثنين دول مع بعض هيعملوا برضو ريكتانجل تاني خالص يبقى 5 ولو لونتهم كلهم بقى
هيبقى ريكتانجل مختلف خالص، يبقى ايه 6. يبقى انا عندي 6 ريكتانجلز دايما بتتخدوا يا اولاد في الحاجات دي، بس ركزوا فيها كويس. طيب كده كويشن 1 انتهى. طيب هنخش دلوقتي يا اولاد على كويشن نمبر 2 اللي هو كومبليت اتش اوف ذا فولوينج. اول واحده اف ميجر اي ايكوال 100 then measure الريفلكس بتاعت ايه يا اولاد. طيب دلوقتي يا اولاد عشان اجيب الريفلكس بعمل 360 minus number اللي هو مدهوني. طب الانجل اللي هو اداني دلوقتي هنا كام؟ 100. يبقى 360 minus 100 equal 260. يبقى الانسر عندي 260. دي number 1 هتبقى الريفلكس 360 minus 100 تبقى 260 degrees. طيب number 2 يا اولاد، 2 triangles are congruent if each space of one triangle is equal to the corresponding part of the other triangle. طبعا دي هولاد case من congruence بتاع triangle. يبقى two triangles are congruent if each side of one triangle is equal to the corresponding part of the other triangle. بأكد عليكم هولاد ان ال four cases اللي عندنا مفروض نكون حافظينهم كويس، لان بيجي منهم سؤال mention two cases، فبيبقى مطلوب منك ان انت تكتب الكيس بالكلام بتاعها، مش بس تكتفي اللي هي اس اي اس او اس 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 او اي اس اي. واحده بس يا ولاد هنفضل نكتب هنا each side of one triangle is equal to the corresponding part of other triangle. طيب number 3 the perpendicular to a line segment from its midpoint is called. طيب بص كده يا ولاد في الرسمه اللي عندنا دي، the perpendicular to a line segment from its midpoint. ادي line segment اللي عندنا بالاحمر اللي انا هشاور عليها دي، دي كده اللي بالاحمر دي line segment اترسم عليها perpendicular اهو اللي انا بشاور عليه بالازرق ده. منين يا اولاد؟ من midpoint بالظبط. لو تلاحظوا بصوا كده انا عامل لكم العلامه دي، يبقى الحته دي قد الحته دي بالظبط. طيب يبقى line segment الزرقاء دي perpendicular من النص بالظبط. طيب اسمه ايه بقى يا اولاد البيربنديكولر فروم ذا ميد بوينت؟ اسمه الاكسس اوف سيمتري. يبقى هنا كده البيربنديكولر تو الاين سيجمنت فروم اتس ميد بوينت از كولد اكسس اوف سيمتري. الاكسس اوف سيمتري يبقى باكد عليها تاني، ذا بيربنديكولر تو الاين سيجمنت، لو رسمت بيربنديكولر للاين سيجمنت من الميد بوينت بالظبط يبقى ده اسمه الاكسس اوف سيمتري. طيب نمبر 4 if the area of rectangle is 20 centimeter square its width is 4 centimeter then the perimeter of the rectangle is. طب بص معايا كده، طبعا احنا عارفين يا اولاد ان area equal length by width، the area of rectangle equal length by width. يبقى length equal area over width. يعني لو عايز length ومعايا area والwidth هعمل area divide width، يعني 20 over 4 equal 5 centimeter. يبقى انا كده جبت ال a، جبت اللينس بتاعي اللي انا عايزه ايكوال كام؟ 5 سنتيمتر. ازاي؟ من الرول بتاعتنا اريا اوفر ويدث، لان الاريا ايكوال لينس باي ويدث. فلو انا عايز اللينس هقول اريا اوفر ويدث، يبقى 20 اوفر 4 ايكوال 5 سنتيمتر. طيب البريمتر بقى يا ولاد، اللي مش فاكر البريمتر الرول بتاعته ايه، البريمتر اوف ريكتانجل لينس بلس ويدث باي 2. طيب احنا خلاص معانا اللينس ومعانا الويدث، يبقى هعمل هطبق الرول بالظبط 4 plus 5 اللي هي length plus width by 2 يبقى 9 by 2 equal 18 سنتيمتر. اخر واحدة عندي يا ولاد in the opposite figure في الرسمة اللي قصادنا دي، عايز يعرف x بكام. طيب بص معايا كده ناخدها لوحدها. انت عارف كويس ان دي كلها equal 180 اهي، دي كده كلها على بعض ب 180. طيب يبقى ال 3x اللي هي الجزء ده نجيبه ازاي؟ هنقول له ان 3x equal ال 180 minus 60. طيب 180 minus 60 يعني equal 120. يبقى انا هنا يا ولاد عندي ان 3x اللي هي الجزء اللي باقي اللي احنا شاورنا عليه هنا كده equal 180 كلها، بس هنشيل منها ال 60 اللي متاخد هنا. طيب يبقى كام؟ يبقى 120. يبقى الحته دي اللي هي 3x 120. طيب انت دلوقتي عايز تعرف الاكس بقى الواحده بكام؟ ممكن تجيبها كذا طريقه، ممكن منتالي يعني عندك 3x equal 120، ممكن تعمل ان الاكس equal 120 divided بقى كام؟ divided 3 equal 40 degree. يبقى اللي عندنا هنا يا اولاد ان الاكس equal 120 هنعملها divided 3 اللي جنب الاكس دي، يبقى الاكس الواحده ب 40 degree. طيب يبقى الاكس يا اولاد equal 40 degree، تبقى هنا اهي. طيب كده question 2 انتهى.
هنقف لحد هنا في الامتحان التاني وهنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي. ركزوا كويس يا اولاد وحلوا كتير، واللي عنده اي مشكلة او اي سؤال يبعت لنا برايفت على طول. شكرا.